اول شيء هم طبعا كانوا مع محمد مصطفى، كنا كلنا بنمشي لمحمد مصطفى. قال جلست مع المشايخ مثل الدكتور خالد عبد اللطيف والدكتور الهواري، اصلا ما كان الشباب عندهم مشكله مع المشايخ دين. ركز في الكلام كويس. الشباب لدين انا قعدت، انا جلست جلسات كثيره في المجمع هناك مع بعض المشايخ مثل الدكتور الهواري والدكتور يعني عبد الخالد عبد اللطيف، كلهم اخواننا. يا اخي نصلح بين الشباب اللي هو الشباب ديل ناس مزمن، وديل اولادي تلاميذانا وقاعدين معايا بيقروا معايا في المجمع هنا، وانا بدعوك من المنبر ده تلتحق برقم هؤلاء الشباب. الشباب ديل اصلا كانوا في التنظيم، ما في مشكله في التنظيم عادي، هم كوادر التنظيم وشغالين، وهم انا بدرسهم وشغالين كويس. يتكلموا في بعض المبتدعه مثل حسين يعقوب، محمد حسين يعقوب، محمد حسان، والله صحيح بعض الرد على البدع باجتهادهم باجتهادهم، ولهم حق وعندنا الدليل. وبدوا يتكلموا في الاركان، سلطوا عليهم الشباب، وما كان في مشكله بين المشايخ. ناس مزمل ديل كانوا كويسين جدا مع المشايخ، احترموا المشايخ جدا، والله صحيح. وما كان في مشكله بين المشايخ، ناس مزمل ديل كانوا كويسين جدا مع المشايخ، احترموا المشايخ جدا، والله صحيح. يمشوا لدكتور الهواري هناك يتعلموا منه، يجوا عشان يشربوا معاه الشاي وكذا وشغالين، ما عندهم حاجه. دل الشباب في التنظيم حسدوا هؤلاء الشباب على نشاطهم اللي هم الجمال في التنظيم. الشباب انا اتكلم عن الشباب بتاع التنظيم بتاع بحري بتاع المزاد، واحذرك من هذا المنبر ان تنتسب الى هذه الجماعه، جماعه الاصلاح، لانه متريسينها جهل. يبقى سبب اقصاء هؤلاء الاخوه او سبب ابتعادهم هم عن هذه الجماعه وسبب ابعاد الجماعه لهم ذكر امرين. الامر الاول قال حسدوا هؤلاء الشباب. ليه؟ لانه الشباب يتكلموا في منو؟ محمد حسين يعقوب ومحمد حسان. اثنين قال لانه جماعه الاصلاح مترئسنا جهلاء. مترئسنا شنو؟ جهلاء. ده المقطع رقم واحد، عليك الله ركز في الكلام ده كويس. السبب لانه الشباب ديل ناس التنظيم حسدوا هؤلاء الشباب ناس مزمل في نشاطهم. ديل الشباب في التنظيم حسدوا هؤلاء الشباب على نشاطهم. وبرضه الشباب ديل يتكلموا في محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، وديل مبتدعه والحق معاون. محمد مصطفى قال الحق معاون. يتكلموا في بعض المبتدعه مثل حسين يعقوب، محمد حسين يعقوب، محمد حسان، والله صحيح بعض الرد على البدع باجتهادهم باجتهادهم، ولهم حق وعندنا الدليل. اثنين قال لانه جماعه الاصلاح دي مترئسنا جهلاء. واحذرك من هذا المنبر ان تنتسب الى هذه الجماعه، جماعه الاصلاح، لانه مترئسنا جهلاء. امتى المقطع الاول؟ لا تعال شوف المقطع الثاني. المقطع الثاني بيوافق نوعا ما المقطع الاول، لسه ما كان في اي خلاف يعني ظاهر بين الشباب وشنو؟ محمد مصطفى. قال بيتكلم بخاطب في ناس الاصلاح، وراو وراو يعني يافطه بيضاء، هي اصلا زي ستاره بيضاء بيتكلم فيها محمد مصطفى. قال جيبني ارد علي عبد الحي، بخاطب في ناس الاصلاح، جيبني اريد ارد علي عبد الحي. قال بقول لك عبد الحي ده عندنا معاه تعاملات كي تعاملات كم كم. قال قال تعاملات شنو؟ كم كم. قال يعني عشان ناس عبد الحي وبعض الرؤوس البقدسون الجماعه محمد مصطفى. قال جيبنا اتكلم في بعض الرؤوس البقدسون الجماعه زي ناس عبد الحي يوسف وديل محمد حسين يعقوب. قال عشان كده حتى اختلفوا مع الشباب في الحتة دي، حتى اختلفوا مع الشباب في شنو؟ في الحتة دي. أتحدى أي واحد الآن إصلاحي جيبني محاضرة عشان أتكلم في البدع والضلالات، مش كلموني تعالى أنا جاي محاضرة عن المضلين وعن أهل البدع، وهتكلم عن جماعة هم بيقدسوهم عن عبد الحي. ولك ليه عبد الحي ده يا اخي؟
ما اذكر اصول هنا عندنا مع بعض التعاملات. ايوه كم بتتعامل كده؟ قول على هذا التعاملات بدات تعمل ومحمد زاهر ما اتكلم فيه وعندنا فضل وتعالنا بجنب المنهج. انا ده الاخوان مسلمون ومنهجهم منهج منحرف ونحن نرد عليهم ما يقبلوا ذلك. عشان كده حتى اختلفوا مع الشباب ناس مزمل في الحته دي. عشان كده حتى اختلفوا مع الشباب ناس مزمل في الحته دي اللي هو في حته مساله الرد على منو؟ على اهل البدع. ده المقطع رقم كم؟ 2. دول اول ما في تناقض صح ولا ما صح؟ يلا تعال شوف المقطع الثالث. المقطع الثالث يا هو الكضب فيه والكضبه ديك ذاتها او نفس الترابيزه غايته وجنبه ذاك ابو نظاره بيجاي طبعا مسكين بس لافي معاه ماشي وجاي يحيى ده وناقشته في ديوان محمد مصطفى ذاته يحيى ومعاه صلاح جوده وذاك ايوب في بيت اخينا ابن تيميه جماعة ديل كذا. اصبر لي انا ما بجيك لهم كلهم ان شاء الله لكن انت عارف المقطع الثالث. محمد مصطفى قال السبب انه انصار السنة عندها منابر علمية سبب الخلاف وانهم ابعد ناس مزمل وناس ابي بكر اداب. قال انه انصار السنة عندها منابر علمية وديل دايرين يتقلدوا الفتوى وانهم جهلاء وما عندهم علم. قال ده سبب الخلاف. انصار السنه عندها منابر شنو؟ علميه. وسبب الخلاف شنو؟ عندهم منابر علميه وديل جهلاء ومعاه جهلهم دايرين يتقلدوا شنو؟ مناصب الفتوى. والله الذي لا اله الا هو وانا احلف صادقا وما يشبوت هذا العزبجي كذاب بكل ما تعني الكلمة. والتنظيم اللي هو بتاع الإصلاح بتاع جماعة أنصار السنة رفض الزول ده وعديم الآداب. ليه؟ قالوا لي الناس ديل مدعين العلم. طبعا ما أنصار السنة عندها منابر علمية وبيفتوا بغير شنو؟ علم. لأن التنظيم عرف أن هؤلاء ناس جهلاء وأنهم يريدون ان يتقلدوا منصب الفتوى. وما كان في مشكله بين المشايخ. ناس مزمل ديل كانوا كويسين جدا مع المشايخ، احترموا المشايخ جدا، والله صحيح. الكلام ده يا جماعه مع الاول بيتفق؟ ده ما كذب اصلع؟ ده ما كذب؟ انت تقول السبب هناك لما كانوا سوا وجيت في الملتقى. هنا مجرد ما خالفتهم تجي تقول السبب صار السنه عندها منابر علميه. طبعا ما صار السنه عندها منابر علميه. وقبيل قال رؤوس شنو؟ جهلاء. واحذرك من هذا المنبر ان تنتسب الى هذه الجماعه جماعه الاصلاح لانه متريسين جهلاء. والله قال ودايرين يتقلدوا الفتوى. يريدون ان يتقلدوا منصب الفتوى. وقبيل قال هناك في المقطع الاول قال كانوا في التنظيم ويتكلموا في بعض المبتدعة مثل محمد حسين يعقوب محمد حسان والحق معاهم. يتكلموا في بعض المبتدعة مثل حسين يعقوب محمد حسين يعقوب محمد حسان. والله صحيح بعض الرؤوس على البدع باجتهادهم ولهم حق وعندنا الدليل. شوف الكلام ده والجماعة قاعدين معه. ده المقطع رقم كم؟ 2. يأذن إن شاء الله ونذكر المقطع رقم 3. كذاب والله كذب عجيب. بس تتابع شنو تسجيلاته إن شاء الله يتبين لك ذلك واضحاً.